ستارت ريكوردينج. بس تقريبا في ناس مشيت، ده كده المشكلة الوحيدة، بنسجل وكل حاجة شغالة. طيب كده كده هنسجل الفيديو، واي حد مشي يعني بسبب التأخر ف بإذن الله يعني هيقدر يشوف الفيديو ويستفيد يعني. طيب دلوقتي بالنسبة لل، كان في كلام قلناه ولغينا يعني، لغينا التسجيل ونقلنا من جوجل ميت هنا لتليجرام، فممكن نعيده تاني. فماشي، ممكن نسيب برضو ده ونزود شوية. طيب بالنسبة للي احنا اتكلمنا عنه في جوجل ميت قبل ما ننقل هنا، ان في سينكين تكنيكس المفترض نحاول ندور عليها ونفهمها ونستوعبها. ليه؟ لان دلوقتي عاجلا ام اجلا لو انت كملت في الكومبيتيتيف بروجرامينج والبروبلم سولفينج، في النهاية تكتشف الكلام ده بس بعد عمر طويل. يعني انت دلوقتي هتستفيد من خبرة حد زي دكتور مصطفى سعد مثلا، او حد مثلا من الناس اللي هم الجامدين زي تورست وإيريكت وحتى اومنيك مثلا. اومنيك ده اللي هو كان التاني، بس دلوقتي هو مش مهتم شويه بالموضوع فبينزل شويه، لكن يعتبر من توب 10 على كود فورسز مثلا. ف انا بشرح دلوقتي، لو في اي مشكله في الصوت او اي حاجه تانية في الفيديو قول. طيب نستفيد من خبره الناس دي، وكمان يعني ما نحاولش ان احنا يعني نتجاهل نصايح زي كده. دول طبعا ناس قضوا فتره من عمرهم في الموضوع ده وعندهم خبره. فمن اللي بيقولوه مثلا انك تفكر على ورقه وقلم، انك ما تمسكش فكره واحده، حاول تجيب اكتر من فكره او اكتر من اوبزرفيشن وتبدا حل بيها. ومن طرق انك تطلع اوبزرفيشن انك تبروت فورس، تحاول تبروت فورس، تحاول تشوف السامبل تيست كيس اللي موجوده ومنها تطلع، تحاول تطلع اوبزرفيشنز، تحاول على قد ما تقدر انك تقرا الستيتمنت، انك تبروت فورس، انك تشوف التيست كيسز، انك تعمل كل اللي انت تقدر عليه بحيث انك تطلع طرف خيط يوصلك للحل. وممكن تحاول في اكتر من اتجاه. يعني انا فكرت، كان في احيانا بفكر ان انا اعمل خط زي كده تمام، واطلع منه نقطه 2 3، مع كل فكره بوصلها بروح مطلع نقطه كده. ده كان بعض الاحيان بحل المسائل بالطريقه دي. وممكن مش بالشكل ده يعني، انت ممكن عادي ممكن تحط الافكار جنب بعض، ممكن تحطهم تحت بعض. لما اطلع بفكره من هنا مثلا ممكن اطلع بفكره تانية وثالثه، يعني ده ممكن توصل في النهايه توصل للحل، او ممكن دي اللي توصلني للحل. فكل واحده اتجاه ممكن نلاقي الاثنين دول اندمجوا مع بعض في النهايه وصلوا لي للحل، الحل اللي هو الصح. طيب النقاط ديت او التفرعات دي عباره عن ايه؟ ده مش تري، ده مش جراف خالص، ده فكره ان انا بفرع الافكار بتاعتي. زي مثلا المساله ممكن نسورت، ده احتمال. طب احنا ممكن نفور لوب، نمشي عادي ونختار بطريقه جريدي ما بين العناصر، مش عارف ايه ده. لا ده احنا ممكن نستعمل الالجوريزم الفلاني. فكل واحده هل ممكن اكمل من السورتن ده واكمل واطلع اوصل للحل ولا لا؟ لا السورتن اللي مش هينفع، مش كل تيست كيسز، فبالتالي الحل ده مش نافع ونمشي هنا، ممكن يوصل في النهايه ما ينفعش. فدي طرق مثلا والى اخره. مهم من الطرق برضو انك تحاول تطلع معادلات، تقول مثلا احنا عايزين جذر اكس تكون اكبر من او يساوي 5، فبالتالي وهكذا. تفضل ماشي مع المعادله وتشوف ايه اللي يحقق المعادلات دي. هتلاقي مسائل اصلا كل فكرتها انك تستنتج وتمشي وتبروف المعادله النهائيه. انا افتكر مساله كنت حللها البروف النهائي ليها كان 1/2، هو كان عايز نطبع فراكشن اللي هو الكسر للناتج، الناتج بتاعك في النهايه يكون كسر، انت حاول تحطه لبسط على مقام، بسط المقام وتبرنت بالشكل ده، شرطه مايله والرقم وادي ايه، وادي المقام هنا تحت. لقيت في النهايه بعد المعادلات الطويله ان في النهايه كلهم هيطلعوا نص، دايما ينتجوا نص، وكان حاجه في البروبابيلتي يعني، كان ده فيها بروبابيلتي وحوارات. فالاثبات النهائي كان نص، فانا كل اللي عملته كاوت او سي اوت نص بس، حطيت دول في كوتيشن وانتهى الموضوع. يعني كده ده كده الحل، سطر واحد بس. انا المساله دي على فكره كانت تعتبر مساله مش اللي هي سهله يعني، مستوى ممكن يوصل لو انتوا عارفين مستويات المسائل بالارقام ممكن يوصل مثلا ل 1500 1700 او حاجه زي كده.
فالموضوع يعني في النهاية ممكن مسألة تمشي معاك انك عايز تبروف، ممكن في النهاية تمشي انك عايز تسيموليت. انا بقول سينك تكنيكس بالاضافة للسينكينج تكنيكس بتاعت دكتور مصطفى سعد اللي قلت لكم عليهم. تشوف البلاي ليست وفيها حوارات تانية، فيها كلام تاني غير اللي انا بقوله دلوقتي، يعني هو بيتكلم عن مواضيع تانية غير اللي انا بتكلم عنها دلوقتي. فانا هحاول اقول اللي انا فهمته منه وازود من خلال تجربته المتواضعة. تمام؟ فا ايه تاني ممكن تعمله؟ انك تسيموليت، وانك تسيموليت ده ممكن مثلا لو منديلك جريد فيها 3 في 3 او اكتر، يعني ان اف ام فيها اعمده وصفوف يعني، ومعاك هنا مثلا كرات، والكرات دي بتتحرك بشكل معين، فانت ممكن تحطهم فعلا وتبدا تشوف بعد ستيب هتلاقي في كرات هنا بالنمط ده كده على سبيل المثال يعني. لحظه واحده، ممكن اديكم نمط دلوقتي شباب، نمط انا عديت عليه قبل كده. هو ده بالضبط اللي احنا كنا اللي انا عديت عليه في مساله قبل كده، كانت سي في ديفيجن 2، مساله سي في ديفيجن 2. طيب الحاجه زي كده النمط ايه اللي مكتشف فيه؟ هتلاقي ان لحظه ما نجيب لون تاني، هتلاقي ان ده كده كله مليان نقاط، وده مليان وده مليان، فهتلاقوا ان في اعمده لو احنا مشينا خطوتين هتلاقي العمود كله مليان، او لو مشينا خطوتين هنا برضو خطوتين هتلاقي ان ده كله مليان، اللي ما بينهم واحده واحده لا. ده كده كان النمط اللي ماشي بيه السؤال، وكان بيقول لك ان هل النقطه الفلانيه دي هيعدي عليها ولا لا، تبرنت يس او نو. طب هل دي يس او نو؟ فكل اللي اتعمله تبرنت يس او نو، بس في البدايه تعرف ايه النمط اللي ماشي، هي كانت حاجات بتتحرك. فحاجه زي كده ممكن تحاول تسيميليت. طيب ممكن دماغك ما تعرفش تجيب المثال يكون صعب او السيميليشن تكون صعب، ممكن تكتب كود لو الكود بسيط، يعني الكود نفسه ومعاك وقت، او معاك وقت يعني لو انت معاك وقت براحتك. تمام؟ واستهلك وقت اعمل سيميليشن براحتك، ممكن تكتب كود يظبط لك الحوارات دي كلها، تكتب كود يحرك لك، تحط مثلا الحاجات وعلى حسب الوصف اللي مديه لك في الاستيتمنت تبدا تحرك وتشوف المنطقه اللي تعدي عليها تعملها ترو. في النهايه طبعا، في النهايه طبعا لازم تكتب كود يبرنت او يفيجواليز الناتج النهائي اللي انت حصلت عليه، فيا اما ورقه وقلم، وده ده اللي ينصح بيه لو عجزنا عن كده، لان الموضوع صعب وتلاقي الدنيا متفرعه وفي اكتر من سيناريو، فلا ممكن نكتب كود يكون اسهل. واحيانا الورقه وقلم اسهل، واحيانا كتابه الكود اسهل، يعني احيانا انك تعمل موضوع بورقه وقلم هيكون عذاب يعني، فالافضل انك ايه؟ انك تكتب له كود وتحاول تشوف ايه؟ توازن ما بين الاثنين، تحاول تشوف مين افضل ومين اسهل بالنسبه لك. طيب خلي بالك كمان الموضوع الكود ده ممكن تحاول تكتب فيه بريد فيرست سيرش مثلا، دي فيرست سيرش ممكن تكون حاجات في الجراف والالجوريزم، ممكن تحتاج حاجات معقده. والكود هنا في الحاله دي طبعا لما تكون الموضوع اللي معاك وقت زي ما قلنا، وانك تعمله بره وقلم مش هيكون صعب، ومش هتعرف تعمله في وقت معقول، او هتحصل على ناتج انت خايف تكون غلط. طيب نرجع تاني بعد السينك تكنيكس، وشفنا ممكن طرق تساعد، واستفدنا من كلام الناس اللي عندها خبرات في وبقالها سنين في البروبلم سولفنج والكومبتيتيف بروجرامنج، نحاول كل فتره نشوف هم بيقولوا ايه، ونحاول نتفرج على ناس فعلا وهي بتحل، يعني مش مجرد ان انا بنسمع تحل بالطريقه الفلانيه او بالطريقه الفلانيه، احنا نشوف فعلا ناس بتحل. وطبعا في قنوات يوتيوب لناس جامده جدا في البروبلم سولفنج، نشوف هم بيحلوا وبيحلوا ازاي وازاي بيفكروا في المساله. فده كله يعني هيفيدنا ان شاء الله. طيب بالنسبه للاس تي ال ونكمل كلامنا فيها، اتكلمنا المره اللي فاتت عن الفيكتور، او المرات اللي فاتت يعني الست الستاك الكيو، اتكلمنا تاني عن البريوريتي كيو، اتكلمنا عن الدك او الدبل اند كيو، اتكلمنا عن الماب، بس طبعا اتكلمنا عن الماب والست بشكل محتاج تفصيل شويه، وان شاء الله النهارده يكون في تفصيل شويه. طيب اتكلمنا ايه تاني؟ هل نسينا حاجة؟ بس كده اظن ده اللي احنا اتكلمنا عنه المرات اللي فاتت.
كان في مالتي سيت جبنا سيرتها برضو، بس هنتكلم عن الحوارات دي دلوقتي. الماب بيكون كي فاليو، ده الماب، ده وظيفة الماب انه يعمل لك كي وفاليو. فتقول الام اوف كذا كذا، هنا هو انتجر لان احنا قلناه انتجر، ممكن يكون اي حاجه تانية، ممكن يكون حاجات معقده بالشكل ده كده، ممكن يكون كونتينر تاني. ففايده الكونتينرز او اهميه من قوه الكونتينرز الموجوده في الاس تي ال انك تقدر تركبها في بعض، مش مجرد انك بتحط البريميتيف داتا تايبز اللي موجوده في السي بلس بلس، لا انت بتحط عادي حاجات مركبه ومعقده. طيب انا افترض ان كل حاجه ماشيه تمام والصوت واضح. طيب الكي هنا مثلا ممكن يكون انتجر، والانتجر طبعا من ده انسايند، فهيكون من سالب تقريبا 2 مليار لحد 2 مليار. فانا احط صفر مثلا ايكوال 5، تمام، انتجر وانتجر، ده لان احنا قلنا له الكي والفاليو الاثنين انتجر. فممكن نقول لا ده سترنج، والمره دي هنعمل الاس بتاعتنا بالشكل ده كده سترنج. لو ما عملناش سترنج هو ليه ما اعترضش؟ المفترض يعترض، هو فعلا ما اعترضش. الام صفر، تمام. نحاول نشغل الكود كده. هو طبع دلوقتي كاركتر، هو خد الانتجر ده مش كانتجر، لا خده كتشار كاركتر. لو قلنا مثلا 65 تقريبا، ده اما البي او الاي، هو على ما اظن هو ده البي، ان شاء الله يكون البي. فنشوف كده البي سمول، لا هو الاي كابيتال. طيب السمول بيبدا من عند 97 مثلا، فهو بياخد الانتجر، تمام، لان السترنج نفسه دلوقتي هو بيقبل منك تشار عادي، والتشار ده هو بالنسبه للسي بلس بلس هو الانتجر زي بعض، ما يفرقوش حاجه عن بعض، هو رقم زيه زي الارقام اللي احنا بنحطها دي. فلو حطينا رقم ضخم شويه حاجه زي كده، ساعتها بيعترض لان هو عايز منك تشار. لكن لو يقدر يحول الرقم بتاعك ده للتشار هيحوله، تمام. نرجع تاني نكمل. الماب ممكن تحط الكي اي حاجه، او الفاليو برضو اي حاجه. طيب لو احنا عايزين نغير، طبعا الماب ديت سورتد، بمعنى ان الكيز اللي بتنحط بيعمل الماب بتعمل لها سورت. فلو حطينا اكتر من حاجه، واتكلمنا، انا هحاول استعجل شويه في الحته دي اللي اتكلمنا عنها بالتفصيل، هنقول 1 2 3، تمام، هنقول 4 5 وليكن، او كلهم اربعات عادي يعني، او 4 5 4 مش فارق. طب لو قلنا بالطريقه اللي احنا قلنا عليها قبل كده، اننا ندستراكت الفاليو، هي في الطبيعي لو انت خدت فاريبل هنا هيكون البير، بير من الكي والفاليو. طبعا كلنا عارفين البير، فممكن اصلا نفك البير لجزئين، الفيرست والسكند، فنقول اف والاس، تمام، اللي هو الكي والفاليو، ممكن بشكل مفصل اكتر كي وفاليو. لو عملنا كاوت للكي، تمام، سبيس فاليو، نحاول نشوف كده، هتلاقيهم مترتبين. طيب نحاول نلخبط احنا الترتيب شويه كده، ترتيب متلخبط، او نرجعه تاني. المفروض يحصل انه يطبع نفس الشكل ده، مش هيتغير. فهشغل وهتلاقوا مفيش حاجه اتغيرت، هو فعلا مفيش حاجه اتغيرت. لو ركزتوا مع الاوتبوت مفيش حاجه اتغيرت. طب ما ممكن اصلا حصل ايرور والكومبيليشن ما تمش. طب نتاكد ازاي؟ عادي، ممكن هنا نخلي الاثنين دي، الاثنين عندها 7، فدلوقتي هتلاقي الاثنين اتغيرت بقت 7، بس الترتيب لسه الترتيب على حسب الكي. لو حاولنا نحط 2 تاني هو هي اوفر رايت الفاليو الموجوده، تمام. طب لو حاولنا نقول مثلا هل الام 4 او الام 5 تساوي 5 وليكن، هنكوت مثلا يس على سبيل المثال. اللي هيحصل هنا واحنا بنعمل واحنا بنلوب على الكيو والفاليو، ان الخمسه اتضافت، الخمسه بتضاف حتى لو احنا ما عملناهاش اساين، احنا مجرد استخدمناها بس، اتضافت هنا
وتضاف لها الديفولت فاليو اللي هي صفر، اللي هنا هتكون النال كاركتر في السترنج ده النال كاركتر، فبالتالي مش هيطبع حاجه، المفترض انه ما يطبعش حاجه. لو ده انتجر ففي النهايه اللي هيحصل انه هيطبع صفر، الديفولت فاليو للانتجر اللي هو صفر. فهو لو انت استخدمت كي مش موجود هينيشاليز بالفاليو بالفاليو اللي هي المفترض ينيشاليز بيها على حسب التايب اللي معاك. لو سترنج مثلا هو غالبا هيحط صفر، السترنج ساعتها هيفهمها على انها كاركتر، وكاركتر نال كاركتر بالتحديد، ساعتها هيكون سترنج فاضي. طيب ده كده بالنسبه للماب. طيب لو انا عايز اضيف من غير الترتيب ده ما يبوظ، ايه اللي انا اقدر اعمله؟ هنستعمل حاجه تانية اسمها ان اوردرد ماب، والكلام ده مش مجرد بس ان انا عايز يعني احافظ على الترتيب اللي داخل، انا عايز كمان حاجه تبع البرفورمانس، يعني انا عايز احسن البرفورمانس شويه. لو احنا عملناها ان اوردرد، تمام ان اوردرد، ماشي ان اوردرد ماب بالشكل ده كده. المشكله دلوقتي انك ما تقدرش تحط البريميتيف او الا انك تحط البريميتيف داتا تايب. ليه؟ انك محتاج تبروفايد الهاش فانكشن، انت لازم تحط الهاش فانكشن زي كده، انك تحط الهاش وبعدين لو انت شفت هنا هتلاقي ان من اللي بيستقبله ان اوردرد ماب بياخد الهاش بتاعك، ده المفترض من الحاجات المفترض تضيفها. طيب ماذا يجري؟ طيب دلوقتي مش هينفع ان انا نستعمل البير للاسف، الا اننا نوفر له فانكشن تاني. طيب نكمل تاني بالان اوردر بس بالانت والسترنج، تمام، اللي هو الكيو والفاليو. لو احنا طبعنا بالشكل ده كده هيطبعهم بس بالعكس، وده احنا اكتشفناه المره اللي فاتت لما كنا بنضيف، هو اخر واحد اتضاف ده كانه ستاك، يعني كان بضيف لك في ستاك. الفكره كمان ان الترتيب بتاعك خمسة ادي اخر حاجه اتضافت، وبعدين الاثنين، وبعدين الواحد والثلاثه. لو احنا رجعنا من هنا كده هتلاقيهم الترتيب بس معكوس. فده الان اوردرد ماب هيتفيدك في ايه؟ مش مجرد ان هي بتحفظ لك على الترتيب، البرفورمانس بتاعها الاوبريشن ده يعتبر اوف 1 في الان اوردر، بس الاوردر هتلاقيه اوف لوج ان، لوج العناصر اللي موجوده، تمام. فدول كده اوف 1، لو عملناها ماب هتبقى اوف لوج ان، وده طبعا هيوفر لنا في الوقت بتاعنا ويخلينا نركز. طالما الترتيب مش مهم نركز على الايه؟ على حاجات تانية بتستهلك وقت، ونوفر الوقت اللي هنا ونخليه اوف 1. الست بتقول لك انا عايز اعمل حاجات تكون مميزه، تكون يونيك، من بتوفر لك كي بس. فلو قلنا دلوقتي الليست بتاعتنا هنبش فيها كذا وكذا، واظن او انسرت فيها كذا وكذا، وكلنا عارفين الحاجات دي. مش عايزين نطول بقى في الحاجات دي، نشوف ايه ما اتكلمناش عنه المره اللي فاتت، المالتي ست، تمام. المالتي ست ده بتنسرت فيها زي الست بالظبط، بس بتوفر لك وسورتد على فكره، بس بتوفر لك انك بتنسرت اكتر من كي على فكره، يعني انت هنا ممكن تحط اربعه واربعه برضو واربعه برضو عادي، يعني كرر براحتك، وخمسه. فلو جينا نطبع بقى تمام، فنطبع كده المفترض نلاقي اربعه اربعه خمسه، وهتلاقيهم مترتبين الاربعات بتاعتنا والخمس. طيب لو احنا مثلا عكسنا شويه وخلينا دي ثلاثة، فالطبيعي ان ثلاثة اربعة اربعة خمسة. يفكرنا بحاجه ده، يعني دلوقتي لو انا عملت هنا انسرت، بس هنا هيبقى انفينيت لوب، يعني هيفضل يكمل على كده كل شويه انسرت. لو نقول مثلا لو الفلاج بتاعنا وقلنا الاس دوت انسرت واحد، تمام، وجينا قلنا نخليها ماشي، نخليها واحد، ونقول بوليان فلاج از ايكوال ترو، الفلاج بتاعنا بقى فولس، تمام، هو موجود، تمام كده الايرور مشي. ما طبعش الواحد، حد يعرف تفسير الموضوع ده؟
معايا يا شباب ولا ايه؟ بلغت سمعني؟ طيب اه كده تمام. هو لو انا عامل، لو عايز اعمل ايش بس مش عايز اضيف. اه تمام، حلو السؤال، ينفع؟ ينفع. هنيجي نقول ممكن نرجع لفيرجن آدم. هنا كل الفيرجنز موجود، وليكن هنا، لا قبل المالتي سيت هنا كده تمام. نجيب بدل ما احنا بنعمل كده، هنقول دوت لو الام دوت كاونت، تمام، لو هي موجودة اصلا، تمام، لو الخمسة موجودة والام خمسة بتساوي كذا. لو الخمسة موجودة وقيمة الخمسة بالسترنج اللي اسمه خمسة، طبعا الكيو فاليو، لانها بكام؟ احنا قلنا ان هو انت وسترنج. ممكن هنا برضو لو قلنا الاتنين، طالما الاتنين موجودة فاحنا عايزين يطبع يس، فنقول اتنين. طب نجرب كده الاول، المفروض نلاقي اللي احنا ضفناهم هنا بس مترتبين، لا ان اوردر، فتلاقيهم مش مترتبين، تمام، فتلاقيهم هنا الخمسة ما اتضافتش. ومعاك الاتنين واحد تلاتة صفر بالظبط، هو ده اتنين واحد تلاتة صفر اللي اتضاف. طب عايزين دلوقتي نجرب حاجة موجودة بالفعل، وليكن الاتنين والاتنين تساوي تمانية، المفروض نلاقي يس، يس طبعا. فده الطريقة انك الاول تتأكد انها موجودة وبعدين تشوف الفاليو بتاعتها ايه، لانها لو مش موجودة هو هيضيفها. احنا هنا ممكن برضو نقول فايند اتنين بس لا تساوي الام روت اند، لان الفايند هنا هيرجع لك اتريتور بالمكان اللي هي فيه. فلو انت قلت ان الفايند اتنين مش عند الاند، لان الاند تشير انها مش موجوده، فده برضو هيؤدي نفس الغرض بالظبط. لو احنا مثلا قلنا، لو قلنا اي حاجه تانية زي كده، تمام طبعا. نرجع تاني بقى للست. كنا هنا بالظبط كده. طيب ماشي، احنا كنا بنقول اننا لو ضفنا الواحد، الواحد ما طبعش، نطبع تاني. حد يعرف السبب؟ بس الطبع تلاتة واربعتين وخمسة، زي ما احنا كأننا ما ضفناش الواحد اصلا. ثواني بدي فضل. طيب هقول انا بقى السبب، ان دلوقتي اول عنصر ده بيتعامل معاك كانه اتريتور، فهو يمشي على اول عنصر، تمام، و من عند البيجن يعني، فهيبدا عند البيجن ويطبع اول عنصر. وخلي بالك احنا ضفنا، بس احنا خلاص خدنا الفاليو اللي اسمها او القيمه بتاعتها 3، فاحنا عدينا البيجن، الفور لوب عدت البيجن، راحت للبيجن بلس 1، ال 1 لما ضفناها اتضافت عند البيجن بلس 1، معايا في الحته دي؟ فبالتالي احنا كده عديناها، لانها اول ما اتضافت في الاول اللي احنا عدينا عليه اصلا. فبالتالي اظن لو احنا ضفنا قيمه اكبر وليكن 6 كده المفترض تنطبع معانا. الستة اتطبعت، 3 4 5 6 تمام؟ تمام يا شباب كده ولا ايه؟ لو ضفنا برضو اتنين، اتنين الاتنين قبل التلاتة فهتنضاف برضو في الأول. هو مفيش اوتبوت ليه؟ ثواني.
كده تمام، كده ايه ما ظهرتش. فليه؟ لان احنا بنكون عدينا عليها بالفعل، وبالتالي هيكمل وهيوصل ل 3 4 5 5. ده كده بالنسبه للمالتي سيت. بيفكركم بايه من اللي احنا خدناهم قبل كده؟ يعني في حاجه احنا خدناها قبل كده تشابه المالتي سيت، بتعمل ترتيب وبنقدر نأسرت فيها ونقدر ناخد الماكسيموم فاليو. علشان ناخد الماكسيموم فاليو، هي كده بقت واضحه لان انا قلت كل المواصفات، بتاخد منها الماكسيموم فاليو، بترتب وبتنسرت براحتك. علشان نجيب الماكسيموم فاليو اللي هي وليكن نسميها ام اكس، فانا نساوي الام اكس ونشيل الام اكس، اخليها تشتغل كانها الكونتينر التاني اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. المالتي سيت بتاعتنا اللي هي الاس دوت بيجن، البيجن هنا تعبر عن السمولست فاليو، الان تعبر عن اكبر فاليو، وايل الاس بتاعتنا السايز بتاعها مش صفر يعني. تمام. كانت في حاجه كده مش فاكر اسمها، الايه حاجه كيو مش برايورتي كيو بالظبط، البرايورتي كيو هو ده. المالتي سيت بيشتغل بالظبط نفس الموضوع، لكن الفكره انك تقدر توصل للاند والبيجن، وتقدر وتقدر كمان انك يعني الاند كده تعبر عن الماكسيموم، البيجن تعبر عن المينيموم. البرايورتي كيو ما بتوفرش الموضوع ده، لازم تعمل اتنين برايورتي كيو وتضيف فيهم وتمسح منهم لو انت عايز تجيب الماكسيموم والمينيموم. المالتي سيت بتوفر لك الموضوع ده، كمان تقدر تفور لوب عليهم. البرايورتي كيو مش تقدر تفور لوب عليهم على العناصر اللي موجوده، فالمالتي سيت قوي من الناحيه دي. لكن في اغلب الاحيان انت ممكن محتاج بس برايورتي كيو. برضه الستاك اللي احنا لما كنا بنعمل ستاك، وهو زي الفيكتور بس ما تقدرش تفور لوب عليه، ملوش بيجن واند يعني مقيدك، هو بس التوب والبوب والبوش، الاوبريشنز الاساسيه بتاعته، وطبعا اريز وهكذا. طيب ده نفس وظيفه عمله هو كمان الفيكتور. طب ما تستعمل فيكتور او الكيو، ممكن برضه نستعمل الفيكتور بس نعكس، ما نقدرش نضيف. لكن الفكره دلوقتي ان ممكن تلاقي اكتر من كونتينر بيأدوا نفس الوظيفه. طب نحاول نجيب الماكسيمم فاليو ونمسح الماكسيمم فاليو زي ما كنا بنعمل في هناك في البرايورتي كيو. هن اريز، المفروض نديله اتريتور اللي هي الاس دوت اند. الاند هنا تعبر عن اتريتور. هو ليه في ايروز موجود على فكره، بس هو ليه ما جابهاش؟ طيب لو احنا حاولنا نشتغل كده، في ايرور، هو اكيد في ايرور لان الاند هنا عباره عن اتريتور، فهنفك الاتريتور. وكده ما طبعش، احنا عملنا انسرت الفلاج ما استعملناهوش. ديت الاس ده المالتي سيت. طيب نحاول نجيب البيجن تايب من غير ما نمسح مثلا، جاب التلاتة. طيب لو عايزين نمسح التلاتة ونطبع برضو الماكسيموم، الاس دوت اريز تمام كده، طبع التلاتة ما طبعش بعد كده. طيب هو في حاجة غلط في الكومبايلر او في الاوتو كومبليشن دلوقتي؟ المفروض الاريز كده شغال مظبوط، بنديله كيل هيمسح او اتريتورز. لو ادينا له اتريتور فمش هيطبع. طيب نجرب تاني، الاس دوت بيجن والاس دوت بيجن بلس 1 تمام، هيطبع اول عنصر بس المفروض، يعني مفيش بلس 1. تمام، المالتي سيت مفيهاش بلس 1. طب احنا عايزين نمسح اول عنصر بس، نجرب تاني 3 و4. طيب ما ده اللي احنا عايزينه، يبقى كان الكومبيليشن فيه مشكله. نمسح تاني ونطبع العنصر اللي بعديه، المفروض 4 تاني.
اخر واحد 5. طيب نعملها بقى دوايل لوب والاس دوت سايز، يعني السايز موجود. بس كده ما بنمسحش، كده هتبقى انفينيت. ويا رب يا رب يقف، يا رب الكومبايلر يقف. احنا هنقفل علشان الموضوع تمام، هو لسه اصلا ما خلصش. فقبل ما نعمل ترمينيشن بالشكل ده كده، لان هتبقى انفينيت لوب بالفعل. حلو، هو هنا طبعا حاجات كتيره جدا. نحاول بقى نصلح الوضع ده ونضيف او نعمل اريس. تمام، يبقى اس دوت اريس الاس دوت بجن. تمام جدا، ونطبع على كده. تقريبا يا شباب دلوقتي الجهاز توقف، او الاريتور توقف عن العمل بسبب الفايل اللي حجمه ضخم. فهروح امسحه من ناحية تانية. نمسحه، نفتح واحد تاني، نروح للمكان. الاريز المفروض تمسح، بس احنا كنا ما مسحناش. هو كده اشتغل على ما اظن. حلو كده، هو اشتغل. 4 5 جبنا الماكسيموم، وبعدين مسحنا وجبنا الماكسيموم تاني، وهكذا. نطبع تاني 3 4 4 5 بالظبط كده. الفكره بس ان احنا ما كناش عملنا ريز، فطبع حاجات كتيره والاديتور وقف، يعني بسبب ان الفايل كان حجمه ضخم. طيب دلوقتي 3 4 4 5 ده بالظبط اللي بيحصل في حاله البريورتي كيو. طب عايزين نجيب الاند، ده اللي كان مطلوب. احنا عايزين الاند مش البيجن، ونمسح الاند. تمام، هو ليه ما بيجيبش الاند؟ الاند فاضي. طب نجيب الاند من غير ما نمسح. احنا كنا عملنا البيجين فوق. اوكي، طيب هنشوف المشكله دي بعدين وبقول لكم ان شاء الله على الحل. لكن الفكره ان المسح من البدايه شغال، شغال كبريتو كيو مسح من البدايه، بس المسح من النهايه في مشكله. طيب ال ممكن يكون ايه؟ اند ناقص واحد. هو دلوقتي احنا لما عملنا، لا ممكن، بس ما فيش ناقص واحد ولا زائد واحد. طب احنا كنا عاملين، فاكرين قبل كده البريف، البريف اللي باخد الاتريتور ويجيب لك البريف از اتريتور. هل يقدر يجيب بريف الاس دوت؟ رائع. 5 4 4 3 جميل جدا. البريف هنا اشتغلت، مع اننا ما نقدرش نعمل اس اس دوت اند ماينس 1 ولا حتى ماينس ماينس. طب ممكن ماينس ماينس يشتغل؟ لو قلنا مثلا اوتو اتريتور بيساوي كذا، الايت ماينس ماينس، الاتريتور ده معرف بس هنشيل اللي فوق. كده برضو اشتغل. تمام، وده برضو عمل نفس الناتج لو ماينس ماينس. لو بلس وماينس مش شغالين، هتلاقي اكيد الماينس ماينس والبلس بلس شغالين. او رايح نفسك واستعمل بريف ونيكست، برضو ده شغال. ممكن برضو كنا واخدين قبل كده فانكشن تانية. كان فانكشن تانية بتزود رقم معين غير بريف ونيكست. طيب ممكن برضو استعملها ده كده المالتي سيت. طب المالتي في حاجه اسمها مالتي ماب، نفس الفكره. الماب احنا عارفين ان هي بتاخد كي وفاليو سترنج، بس دلوقتي انت ممكن تنسرت
اكتر من كي، يعني هو ياخد اكتر من كي. لو قلنا ام 2 بيساوي، احنا عملنا سترينج نخليها انت برضو، وده نخليها ام، نشيل ده الام، ما مش هتعرف تعمل كده، لازم تقول له انسرت وتقول له الكي او الفاليو بتاعتك. طيب انسرت الفاليو بتاعتنا اللي هي وليكن 1، الكي والفاليو، انسرت الواحد والاربعة، تمام، وانسرت الواحد والخمس، ده كله هينفع. نحاول نقلب عليهم، فعله عظيم. الايرور no type named value type struct iterator، والله حاجة غريبة جدا. هو معظم الأحيان الكود بيكون صح، بس فيه في مشكلة ان هو بيشغل كود قديم او حاجة زي كده. ده المشكلة كانت حصلت معانا قبل كده، او الاوت بوت كان ضخم فالاوديتور ويف. ف دلوقتي في مشكلة فعلا في الانسيرت دي. تمام، لازم تحط له بير 1 و4 1 و5. كيو فاليو، طيب لو احنا عايزين نجيب بقى الفاليو، لو قلنا واحد مش هيرضى، ده كان ايرور المره اللي فاتت، فنقول ام دوت، طبعا الفايند هتفايند الحاجه بتاعتك الواحد، بس ده اتريتور، فبالتالي هتقول له وليكن الفاليو بتاعته الاتريتور بتاعك اندل بالشكل ده كده دوت فيرست او دوت سكند، بس لو انت عايز تعملها يبقى ات سكند بالشكل ده كده. الارو تكافئ بالظبط، هو خد طبعا اول واحده، الارو تكافئ بالظبط كانك بتعمل ديستراكت بالشكل ده كده اتريتور وبعدين دوت، هي ممكن تعمل الارو او السهم اللي احنا كنا عاملينه من شويه، طبعا 3 برضو. طيب شخصيا انا شايف ان المالتي سيت استخداماتها مفيدة جدا، زي ما قلنا لان نقدر نجيب من البداية والنهاية الماكسيموم والاند، ونستعملها كبريوريتي كيو، بريوريتي كيو للماكسيموم والميرموم في نفس الوقت، وده حاجة عظيمة جدا يعني نقدر نفرلوب عليها. لكن المالتي ماب ما شفتش حد بيستخدمها، وانا شخصيا ما استخدمتهاش، فادي معلومة عندك وحاجة موجودة في الاس تي ال ممكن تستفيد بيها، ممكن تلاقي صوت واقف. هندسة صوت واقف. سامعين كده؟ سامعين؟ كده سامعين. حلو جدا، تقريبا الصوت برضه شغال في التسجيل. طيب نكمل بقى في الاس تي ال. الاس تي ال فيها حاجات غير دول، حاجات هتفيدك زي ما قلنا الاري، ده اللي ما حضرش في البدايه كنا قلنا ان الاري، لو احنا مثلا قلنا الاري كده، ده كده اري من 3 عناصر، من 3 انتجرز او 4 فيكتور اوف انتجر او 4 وليكن ستاك براحتك، بس هل تقدر تحط اكتر من تايب؟ لا، افرض انا عايز اكتر من تايب، هتقول له ان انا عايز توبل بالشكل ده كده، التوبل بتاعك هيكون من انت وتشار وبوليون وستاك اوف انت براحتك، تمام، ده التوبل. بس لو انت عايز تحط الفاليوز فانت هتقول اوتو
انت لازم تعمل طاي. فبص انت المفترض تقول نقلل الموضوع شوية، الموضوع كده كبر شوية. نقول معانا انت اي شار سي بوليون بي، بتقول تاي الاي وال سي والبي از ايكوال تي، ايكوال تبل اللي معانا. فهنيجي هنا نقول ان الاي تساوي واحد تمام، والسي هتساوي ايه، والبي هتساوي ترو. البي هتساوي الترو في الحالة دي لو احنا عرفنا متغيرات تانية، بس طبعا ده استعمال مبسط ليها. الفكرة انك تقدر تستعمل التوبل في تخزين اكتر من داتا تايب مختلف في نفس المكان، في نفس الكونتينر. فلو قلنا ال جي مين دي؟ تاي اي تاي، علشان دلوقتي تستخدم الفاليوز اللي موجوده في التابل. دي الطريقه انك تقدر تجيب الفاليوز الموجوده هنا. ما تقدرش مثلا تقول له دوت فيرست، ما فيش فيرست سكند، لان اصلا انت هنا ممكن تحط العدد اللي انت عايزه براحتك. معايا؟ ممكن تحط العدد اللي انت عايزه، ما فيش فيرست وسكند وثيرد وهكذا، لو مش هيكمل معاك الا ما لا نهايه. فانت هنا ممكن تحط فعلا عدد ضخم من الداتا تايبز المختلفه. فلازم انك تعمل تاي وتعرف متغيرات بنفس التايبس، علشان دلوقتي دي بقت مربوطه. تاي هنا ممكن لو انت ترجمتها حرفيا هتلاقيها اربط مثلا، يربط، او تاي زي مثلا الحبل مثلا ما تربطه تقول تاي. فهنا بيربط الفاريبلز الموجوده هنا بالفاريبلز الموجوده في التايب. معايا؟ جي سي سي بي بي مثلا سوي التاي. فالمفترض ان الجي دلوقتي لو احنا طبعناها وطبعنا السي سي والبي بي، المفروض نلاقيهم نفس الفالوز اللي احنا حطيناهم فوق. دول حاجات مختلفه لما نيجي نستعملها. طبعا انت الاول هتعرف التابل وتقصين الفاليوز في اماكن، مثلا يكون في فور لوب، ويكون في ريكيرجن، ويكون في فيكتور في تابلز اصلا، يعني في اغلب الاحيان يكون فيكتور في تابلز. فاحيانا هتقصين، هتحتاج تقصين كده، واحيانا هتحتاج تستخدم، او الاثنين مع بعض عادي. بس الفكره ان الاستخدام انا بس عشان اوضح لك، يعني مفترض الاثنين دول ما يكونوش مع بعض. طيب لما عملنا تاي تاني للفاليوز، هو هنا ليه بقى التاي المره الثانيه عملنا الجي والسي سي والبي بي؟ طيب لو طبعنا الاي والسي بس والبي بس، المفروض يعني ده حاجة بديهية، واحد اي واحد مظبوط. طب لو عملنا تاي للفاريبلز بتساوي التوبل، واساين عملنا اساين للفاليوز، فهمت. المفروض هنا نقول ميك توبل، كلام جميل جدا. التايل للاستخدام ميك توبل بالشكل ده كده، وفي ميك بير على فكره، يعني في ميك بير. التابل بتاعك دلوقتي هيكون واحد او الاي والسي والبي. معايا في الحته دي؟ ده معاك الاي والسي والبي، في النهايه تستخدم الاي والسي والبي، بس هتستخدمهم دلوقتي بالتاي. هم انطبعوا، لو طبعنا الاي والسي والبي هتلاقيهم هم نفس الجي والسي سي والبي بي. ونكاوت كمان لاين فاضي بالشكل ده كده. كلام رائع، بس فين الطباعة؟ طبعنا مرتين. الاوتبوت ما طلعش غير حاجة واحدة بس. لو شلنا دول في مشكلة على فكرة بعيد عن كده، احنا غالبا هنغير الايديتور بقى المرة الجاية. هو فعلا في مشكلة هنا، بس هنطلع دلوقتي ونجرب بره في التيرمينال مباشرة. مفيش طباعة خالص،
لان الطباعه مش موجوده هنا. نكات بقى الاوت بوت. تمام كده طبع حاجتين اهم. مش عارف ايه الايديتور ده ماله دلوقتي. وحد مش عارف والله، بس يعني هنحاول دلوقتي ان نسلك بيه. هو كان طبع فعلا بس الاوت بوت ما طلعش هنا. لما نشك في الاوت بوت ليه ما طلعش، هنطلع بره ونرجع تاني هنسلك بيه لحد ما احل المشكله ديت ان شاء الله. هو غالبا معظم المشاكل اللي حصلت النهارده كان اول مره نعدي بيها، فباذن الله يعني ما تتكررش تاني. بالنسبه بقى لل كده كده الاس تي ال تقريبا غطينا معظم الحاجات اللي ان شاء الله هتستفيد بيها في البروبلم سولفنج وفي اللغه عموما كلغه سي بلس بلس، وده معظم الحاجات اللي انا عديت بيها، ودي معظم الحاجات برضو اللي انا لما بحثت لقيت ان هي موجوده في الاس تي ال. هتلاقي في حاجات احنا ما اتكلمناش عنها، حاجه زي الليست. ما انا اتكلمت عنها بس ما قلت ما عملتش مثاله كده. الليست ده زي الدبل اندر كيو او الديك وهكذا، هتلاقي في حاجات ثانيه. فالاس تي ال بحر صراحه، وطول ما انت ماشي هتتعلم من اكواد الناس. هتلاقي مثلا حد مره واحده في فيديو او في سبمشن، وانت بتراجع السبمشن بتاعت الناس على احد المواقع بتاعت البروبلم سولفنج، هتلاقي ان هو استعمل داتا تايب غريب او استعمل فانكشن غريبه، فانت تبدا تشوف. وده فعلا حصل معايا اكتر من مره. فدايما هتلاقي انك بتتعلم يعني في المكتبه. ده معظم الحاجات اللي ان شاء الله يعني هتعدي عليها، وحاولنا احنا حاولنا نغطي كل اللي موجود، ولو في حاجه مش موجوده فباذن الله يعني ما يكونش حاجات كتيره. ده كل تقريبا كل اللي موجود يعني في المكتبه. اتكلمنا عن التابل والمالتي ماب والمالتي سيت والاوردر والان اوردر سيت وماب والكيو والفيكتور وهكذا. على فكره التقسيمات بيقسموها لجزئين، جزء لينير لينير كونتينر والنون لينير كونتينر. اللينير زي الفيكتور زي عندك برضو الكيو والستاك والريب. النون لينير زي مثلا الليبرتي كيو مش نون لينير، بمعنى انك مش بتلف عليهم واحد ورا الثاني، ده هو بيرتبهم لك بشكل معين ولازم توصل للتوب اللي فيه. وهكذا برضو انت عندك الماب والست برضو مش نان، دول مش لينير، بالتالي هم نان لينير. والوظيفه بتاعتهم ان هم يخزنوا كيو فاليو او الكي بس ويكونوا يونيك، ممكن يتكرروا في المالتي سيت. لكن التقسيمات ممكن تشوف برضو تقسيمات او تصنيفات ليهم، لو عايز تصنفهم ممكن تستخدمهم كده عادي يعني. ده كلها معلومات بس عشان تفيدك، او في النهايه تكون عارف انت بتستخدم ايه وايه الحاجات اللي بتتعامل معاها. التاني حاجة المفترض نتكلم عليها النهاردة هي السورتنج أو الترتيب. والسورتنج ده موضوع شائق جدا، وحاجة يعني كفاية بس كمية الألجوريزمز الموجودة. يعني السورتنج مليان مليان كمية ألجوريزمز. لو شفنا مثلا كم سورتنج ألجوريزم موجود، هاو ماني، أنا ما بحثتش قبل كده عن المعلومة دي. هاو ماني سورتنج ألجوريزمز إكزيست أر زير. بس انا متخيل ان هم ممكن مثلا يوصلوا 50 او حاجه زي كده. فين عدد السورتنج الجوريزمز؟ على فكره جوجل سيشن انجن بتاع جوجل ما عادش زي الاول. ما فيش يعني تو برود انتجر، لا هم ما ذكرش عدد، بس انا دلوقتي متخيل ان هم يكون عدد ضخم جدا من السورتنج الجوريزمز. ومثال على ذلك مثلا اليوتيوب، من اشهر الفيديوهات عليه بخصوص السورتنج. لو بحثت عن سورتنج بس، سورتنج الجوريزم بالشكل ده كده هيطلع لك الفيديو ده 20 مليون مشاهده. طبعا هتلاقي الصوت العجيب ده. الفيديو ده عامل شاف كم طوله لوحده، هو 5 دقايق بس، مغطي كميه الجوريزمز في كل مثلا 15 ثانيه ولا حاجه مغطي لك الجوريزم. فده الجوريزم وده الجوريزم وده الجوريزم. لو فضلنا ماشيين معانا حمل ميوت، ده الانسيرشر سورت، بس طبعا معكوس. يعني في انسيرشر بيكون لو رجعنا تاني الانسيرشر، انا طبعا هكلمكم بالتفصيل، لكن نشوف بس حاجه زي كده توضح لكم كميه الالجوريزم. ده فيجواليزيشن للسورتنج بيحصل ازاي. بيبدا معاك الموضوع راندوم، والهايت بتاع العمود اللي هنا مثلا بيعبر عن قيمته، هو عايز يرتبهم تصاعديا بالشكل ده كده. ولكن انت معاك هنا الجوريزم ده الميرج سورت. طبعا هكلمكم بالتفصيل عن بعض الالجوريزم دي شغاله ازاي. طب لحد دلوقتي هل حد عنده سؤال، اي استفسار في اللي فات؟
طيب بالنسبه بقى للالجوريزمز، نبدا باسهل حاجه ممكن تكون موجوده، السلكشن سورت. تمام، سلكشن سورت اللي بيحصل معاك عناصر، وليكن 1 2 5 3 4 6 10، وليكن لا خلينا واحد تاني عادي، ممكن يكون في دوبليكيشن واحد تاني هنا. طيب اللي مطلوب نعمله اننا نسورت. طيب هنسورت ازاي؟ السليكشن سورت بقول لك تقف هنا عند اول عنصر وتحاول تشوف مين المينيمم، ده المينيمم لحد دلوقتي، امشي لقدام امشي لقدام، مين المينيمم؟ مفيش مينيمم، هو ده المينيمم، هتسيبه. هتيجي هنا تمشي تمشي تاني، خلي بالك انت بتعمل فور لوب كمان مره، فتختار العنصر ده لانه هو المينيمم لحد دلوقتي. تمام، تحطه هنا، تحطه عند الاثنين، فدلوقتي هتسواب الاثنين والواحد، فده بقى واحد وده بقى الاثنين، هتسواب هتبدلهم. تمام، هتختار المينيمم وتبدل، هتقف هنا هتلف وتختار المينيمم، هلف عليهم كلهم طبعا فاختار الاثنين. تمام، فدي بقت 5 ودي بقت 2. طبعا انا عايز ايه، امسح الكلام ده. فلحد دلوقتي اللي احنا مشينا بيه او اللي احنا طلعنا بيه في النهاية هو الشكل ده كده. هنكمل ونقف عند التلاتة ونختار المينيموم، هي المينيموم ده برضو، الاربعة هو المينيموم، بس هنلف عشان نتأكد. طبعا احنا هنا بعيننا شايفين الارقام، ممكن تتخيل ليه هو يعمل فور لوب. هقول لك لو معاك 100,000 رقم جنب بعض، انت ايش ضمانك ان الاربعة او التلاتة هم المينيموم؟ فلازم تفور لوب على كل الارقام. وكذلك يعني بص، لو انت تخيلت الموضوع هو ليه محتاج فور لوب، طب ما هم لو 100,000 رقم انت لازم تفور لوب عليهم فعلا، لازم تلف عليهم. وكذلك الكمبيوتر ما عندوش معلومات ايه هي الارقام وايه عددها، فانت هتقول له لف عليهم واختار المينيموم، ده اللي هو بيعمله. هو هيلف هنا ويختار المينيموم، مين المينيموم؟ 3، هيختار المينيموم، الاربعه هيسيب مكانه يختار المينيموم، فهيبدل دول، هيبقى 5 و6. في النهايه بقى معانا 5 و6 متبدلين والارقام كلها زي ما هي، بس كده طلعنا بالاري سورتد. ده السليكشن سورت. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ شباب طيب اكيد انا ما فيش اسئله. طيب بالنسبه لل بابل سورت، يا رب اكون كتبتها صح. متأكد برضو انت شغال برضو لسه؟ وقف دلوقتي بالظبط. البابل سورت بيسموه برضو السينكن سورت، وهقول لكم ليه سبب التسمية دي. يعني السلكشن، لو انت شفت السلكشن بديهي جدا بديهي جدا نسموه سلكشن، ليه؟ بتلف وتختار المينيمم. طيب لو البابل او السينكينج ايه اللي بيحصل؟ نجيب نفس الارقام، كان واحد 1 2 كانت كام؟ 1 2 5 3 6 1. تمام. ده كده عايزين بقى نطبق الجوريزم تاني، طريقة تانية في الترتيب. طيب قبل ما اكمل، هل حد عنده تصور لو انا اديتك الارقام دي واقول لك عايز تمشي خطوات محددة ثابتة تترتب بها الارقام، هل حد ممكن مثلا يقول لنا على طريقة كده ممكن يألفها دلوقتي من دماغه؟ ايه تاني غير انك تمشي وتختار المينيموم وتبدل؟ اي حاجة ممكن تكون صح. وعايش يا شباب على الصمود لحد دلوقتي، انت عملت انجاز على فكرة. انا عايز تألفوا اي حاجة من دماغكم كده. طيب انا ممكن اقول مثلا
طالما لحد دلوقتي ما فيش فكرة وصلت، فانا اقول لكم فكرة البابل سورت. وطبعا في افكار كتيرة جدا في الموضوع، يعني مش الجوريزم واحد. انا قلت ممكن يوصلوا ل 50، يعني في الرينج ده، يعني حتى لو قال لي مثلا ممكن 30 40، اللي هو برضه رقم ضخم من الالجوريزم، من السورتن الجوريزم. طيب عندك هنا البابل سورت اللي بيحصل، انا عايز وانا ماشي اختار الماكسيموم واحطه في الاخر. فانا ماشي كده، وانا ماشي لقيت الخمسة، خدها معايا الخمسة دلوقتي، كمل بيها، بدل 3 و5، لقيت 4 و5، بدل 4 و5، فهيكون هنا 4 واخد الخمسة معايا، لقيت 6. صح، الخمسة تفضل مكانها والستة خلاص، انا بقى ماسك الستة نفسها، هلاقي واحد احط الواحد واروح احط الستة. وانا ماشي اخترت الخمسة وكملت بيها، اخترت الخمسة وكملت بيها، وصلت بقى هنا تمام، بعدين لقيت الستة، فاروح ماسك الستة ومكمل بيها، وصلت بقى هنا. فالناتج النهائي 1 2 3 4 5 6، لا 1 6 ده كده. وهنكمل، هنمسك بقى الجزء ده ونحله، الجزء ده كده ونحله، ونختار. وانت ماشي هتختار الخمسة، ده الحاجة الوحيدة اللي هتختارها، بس لازم تكمل فور لوب كاملة. يبقى معاك 6 5 والواحد هنا، وبعدين 4 3 2 1، وهتكمل بالشكل ده كده. الأربعة هتروح، وبعدين الاتنين التلاتة هتروح، وبعدين الاتنين هتروح، يفضل معاك 1 1 2 3 4 5 6، ده الناتج النهائي. بابل سموه بابل لانك بتمسك الرقم، وفي النهايه مع كل اتريشن الماكسيمم نمبر بيحصل له بابلنج على السطح فوق. لو انت تخيلت ان انت في قاع المحيط، وفي فقاعه هواء مثلا او انبوبه اكسجين، وانت واخدها معاك في الغطس، بس طبعا مش هتوصل القاع لان الضغط هيكون ضخم. فنقول مثلا في حمام سباحه ونزلت وهكذا، الفقاعه مثلا فقاعه الهواء، فبتبابل لفوق وهكذا. ده شكل الموضوع، ان الماكسيموم فاليو بتبابل لفوق، كانها بتكون اخف وتطلع لفوق وفي النهايه تستقر وهكذا. وفي كل اتريشن هتلاقي الماكسيموم او السكند ماكسيموم بقى المره دي، مع اول اتريشن الفرد او الماكسيموم هو اللي بيكون بيطلع فوق، التاني اتريشن السكند ماكسيموم بيطلع فوق وهكذا، الثيرد اتريشن الثيرد ماكسيموم بيطلع فوق. فبعد الثلاثه فور لوب انت متاكد ان الثلاثه دول فعلا هم الثلاثه ماكسيموم مترتبين معايا في الحته دي. السليكشن سورت بيعمل نفس الفكره، بيلوب ويختار، بعد ما يختار بيجيب المينيموم واحطه في الاول. فدي طريقتين في التفكير ان انا ممكن اسورت بيهم. الالجوريزم ده الورست كيس بتاعته ان سكوير، وده الورست كيس بتاعته ان سكوير. هل في طرق ممكن تكون افضل شويه؟ ممكن، يعني مثلا لو قلنا الناس طبعا فضلت تفكر، ما سكتوش على الموضوع ده، لا احنا محتاجين حاجه افضل من كده. بس قبل ما نكمل، ايه اللي ممكن نحطه هنا يحسن في البابل سورت؟ يعني دلوقتي لو انت معاك، هدي لك مثال هيسهل معاك السؤال شويه. 3 4 5 6، لو انا اديتك ده في البدايه، اديتك الشكل ده كده في البدايه، وقلت لك اعمل لي سورت، هل محتاجين ان سكوير؟ هل انت ممكن تكتشف الموضوع ده بعد كام خطوه؟ يعني ممكن تكتشف ان هي اصلا مش محتاجه ان سكوير، مش محتاجه اصلا حاجه خالص. بيعملوا الايموجي ازاي؟ انا عايز اعمل الايموجي اللي بعيط. طب هكمل، وان شاء الله الفيديو يعني احطه على اليوتيوب، وفي النهايه كله يسمع. يعني لو دلوقتي مفيش، يعني يعتبر مفيش غير 4 بس، والتفاعل ضعيف برضه، بس هنحاول، او اقل من كده. يعني ايه ده، تقريبا اقل من كده. لا لسه 4 عايش والله. بس عايزين تفاعل برضه. ايه اللي ممكن اعمله اكتشف ان هي مترتبه اصلا؟ او انا ماشي في الالجوريزم اكتشف. طب هقول لكم على حاجه احسن من كده. ممكن كل مره اشيك على الاندكس اللي انا واقف عليه اصغر من اللي بعده دايما. الالجوريزم، بص الالجوريزم وانت ماشي بتختار الماكسيموم،
وتحطه في الاخر وهكذا. فدلوقتي هو هل انت ممكن تعمل تشيك في البدايه؟ تشيك في البدايه قصدك كده، انك تشيك في البدايه هل هي مترتبه ولا لا. تشيك يعني مرة واحدة هل هي مترتبة ولا لا. طب هدي لك مثال تاني، استحمل بقى في الامثله دي. لو انا عملته كده، هي مش مترتبه بس كده المره دي هياخد ان سكوير برضو. انا عايز حل يكون اشمل من كده شويه. طب دي بعد اول لفه، بعد اول لفه هيحصل فيها ايه؟ بعد اول لفه كمل بقى انت الباقي بالبابل سورت. ممكن يا باشمهندس نبدأ في الأول خالص، أول الصورة نشوف أنهي جزء مترتب، يعني إحنا عشان نتشيك أصلا هل هي مترتبة ولا لأ. المفروض أظن يعني إن إحنا بنقف عند أول إندكس، هل هو أصغر من أو يساوي اللي بعده وهكذا. فإحنا ممكن لما الشرط ده يعمل فولس نحدد إن الجزء ده بدأ يبقى فيه غلط مثلا في الصورة دي، نبدأ من هنا للآخر مثلا في الصورة. من صورة الجزء ده اللي في الآخر بقى اللي هو بدأ حلو، الحمد لله. فكرة جامدة بس أنا هحاول أفكر لك. طب ماشي، أنا ممكن أقول فكرتي دلوقتي إن أنا بعد أول إيتريشن هتبقى 5 6، الستة هترجع مكانها مظبوط والخمسة هتلف، لأنها هختار الخمسة وأنا ماشي وأطلعها لقدام. ده البابل سورت. في النهاية بقت مترتبة، هلف تاني مش هلاقي حاجة أبدلها، مش هلاقي حاجة أطلعها، مش هلاقي حاجة أعملها بابل. في الحالة دي أول ما ألاقي إتريشن عدت من غير أي تبديل أو أي بابلنج، والاسم التاني سينكينج. ليه؟ سينك هنا معناها يغرق، لأنك ممكن تفكر فيها بالموضوع بالعكس، إن الماكسيموم فاليو بتغرق لتحت، لو ده القمة ده بتغرق لتحت. فما علينا بسينكينج أو بابلنج، في النهاية بمعانا مترتبه. الاتريشن اللي بعد كده لقينا ان انا ما عملتش اي حاجه، ما عملتش اي تبديل ولا سينكينج ولا بابلنج، فبالتالي هوقف على كده، مش هضطر ان انا الف كمان مره. الف كمان مره كده، بص بالشكل ده كده لحد الخمسه، والف كمان مره لحد الاربعه، والف كمان مره. لا مش مضطر ان انا اكمل اللفات اصلا، كفايه على كده ووقف. وده تقريبا اكتر حاجه جنرال ممكن تمشي بيها. انت قلت ان انا ممكن اتشيك هل الجزء ده بس اللي بايظ ولا لا، واكمل اسورت الجزء ده بس. طب هي فكرة رائعة جدا، بس لو انا دلوقتي بقت 1 1 2 3 4 6 5 1 تمام، الجزء ده بايظ، الجزء ده تمام، فصورة الجزء ده هيبقى 1 5 6 والباقي زي ما هو 4 3 2 1 1 مثلا يعني. فكده باظت. فالحل الصح هو جنرال انك تمشي كل ما انت ماشي، كل ما انت ماشي تشوف هل عملت ولا لا. لو ما عملتش حاجه خلاص ما عادش في حاجه تتعمل اصلا، احنا كده وقفنا. فنشوف موقع جميل جدا بيعمل لك فيجواليزيشن، احنا لحد دلوقتي تقريبا عملنا ساعه، وباذن الله نكون ما ناخدش اكتر من نص ساعه بقى بعد كده. النص ساعة اللي فاضلة يعني هو كل أسبوع هيكون ساعة ونص إن شاء الله. السورتنج هتفتح السورتنج تمام؟ لا هو كل حاجة دلوقتي ماشية غلط ليه؟ افتح كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام هو كده اشتغل تمام. جو لا ده لو أنت عايز تغير في الأريه الموجودة، الأريه موجودة بالفعل. أنا عايز أقول له عايز بابل سورت، في سيلكشن سورت، في انسرشن سورت، وهنيجي للانسرشن دلوقتي. عايزين نسورت، ده سودو كود وظيفته بس انك تشوف الدنيا. هنا شايف بيمسك الماكسيموم ويطلع بيها لفوق، بيمسك الماكسيموم ويطلع بيها لفوق. انا هحاول اسرع شويه وليكن كده ويكمل تاني، اسرع سنه كمان، يمسك الماكسيموم ويطلع بيها لفوق وهكذا، الماكسيموم ويطلع بيها لفوق. جميل رائع. شوف بقى اللي حصل في اخر مره، ما لقاش حاجه هتتعمل فوقف، المفترض كان يكمل. اللي بعمله هنا بص، انا ممكن برضو نحط الامثله بتاعتنا. لو احنا عملنا كرييشن قلنا 1 2
واحد تلاتة اتنين خمسة او اربعة مثلا، خمسة ستة سبعة، ماشي حلو دي جميلة جدا. نسورت مع اول اتريشن ظبط التلاتة، تاني اتريشن تمام، بس وقف على كده ما عادش فيه. ليه الدو بيعمل هنا؟ هل في حاجة حصلت؟ هل في سواب حصل؟ الأول ما يعمل سواب اعمل ترو، وطول ما في سواب حصل كمل، ما فيش أي حاجة حصلت وقف. فهو عمل دو وايل بطريقة رائعة جدا وفولس، وعمل كام سطر يعني. هو في النهاية فعلا هيصف على 6 سطور أو 7 سطور بالشكل ده كده. الجوريزم الامبلمنتيشن بتاعته بتكون بسيطة جدا يعني، حتى الانسيرشن سورت كده، البابل سورت أو السليكشن سورت بيكون كده برضه، مجرد مثلا 6 سطور او 7 سطور. طيب ده السلكشن سورت اللي قلنا عليه، بيمشي بيختار المينيموم ويحطها في الاول، يختار المينيموم ويحطها في الاول. المفترض يختار السبعه ويحطها في الاول، السبعه تاني ويحطها في الاول، وهكذا يختار المينيموم ويحطها في الاول. ده ان سكوير، والتاني باول سورت ان سكوير، بس في احسن الاحوال باستعمال ترو فولس اللي احنا عملناها هنا دي. تمام، استعمال ترو فولس في احسن الاحوال هتكون او في كام؟ البيست كيس هي مترتبه، فهيعمل مره واحده بالظبط. احسن الاحوال هتكون او في ان. جميل جدا. ندور بقى على حاجه تانية ممكن تكون افيشنت اكتر. طب ما اسوأ الاحوال ان سكوير، وانا مش ضامن، وغالبا المصفوفه بتاعتها هتكون شبه عشوائيه راندوم. فبالتالي ده في الوضع الطبيعي، بالتالي احنا محتاجين حاجه تكون احسن من كده. في عندك حاجه اسمها طب قبل ما نكمل، انا كنت شفت فيجواليزيشن رائع جدا على ويكيبيديا. ويكيبيديا بابل سورت، الفيجواليزيشن بتاعهم رائع جدا يعني. تقريبا بسبب ان التليجرام دلوقتي ساحب النت علشان نطلع لكم الشير، فهنستحمل شوية بس. تمام، وصل الفيجواليزيشن بتاعتنا تحت. ايوه هي دي، نكبرها شوية، مفيش اكبر من كده. طيب نحاول، ماشي مفيش زوم حتى. تمام، اظن كده واضح صح. تمام، هنزوم تاني. الوصف بتاع الموضوع او الفيجواليزيشن ده عباره عن ايه بالظبط؟ ده بيقول لك ان الفاليو بتاعتي، الفاليو هي اللي موجوده على محور الواي، الاكس بتاعتي هي البوزيشن. تاني علشان هي مش واضحه، احنا كنا قلنا واحد نجيب الاري بتاعتنا الرائعه، هل في سيلكت؟ مفيش سيلكشن، ما علينا. واحد اتنين خمسة تلاتة أربعة ستة واحد. نجينا بقى لو احنا عايزين نعملها في 2D في 2D سبيس أو كارتيزن سبيس بالشكل ده كده، الفاليو بتاعت واحد، الفاليو واحد هنا الفاليو، والموضع بتاعه واحد هنا. فلو قلنا زيرو، لو قلنا مثلا واحد اتنين تلاتة، ده الموضع بتاعنا، نخليه لون مختلف بالشكل ده كده، واحد اتنين تلاتة أربعة، ده الموضع، خمسة ستة سبعة، والبوينتس بتاعتنا هتكون واحد واحد. تمام، الفاليو هتكون اتنين موضعها اتنين، الفاليو هتكون خمسة موضعها تلاتة، وهكذا. وهتمثل النقاط دي هنا بقى على الشبكة التربيعية دي. الفاليو بتاعتنا هتكون تلاتة موضوعها أربعة، موضوعها أربعة، وهكذا. هتكمل بالشكل ده كده. تمام؟ ففي النهاية رسم النقاط بتاعتك. الفاليو هي المحور إكس، الفاليو هي محور واي، والبوزيشن هي محور إكس. ممكن تبدل. لما جه يعمل بابل سورت، ده الشكل اللي حصل، ان القيم الاكبر وصلت مكانها اسرع، القيم الاقل وصلت مكانها ابطا، هي اخر حاجه بتنحط مكانها. وتحس في البدايه ان الاري راندوم،
هتلاقي ان النقاط متبعتره في كل مكان، ده الري راندوم. لما جاي يرتب هتلاقي ان الخط بدأ يكمل من البدايه، يكمل من فوق من الزاويه اللي فوق على اليمين، ده دلاله ان الاكبر قيمه اتحطت عند اكبر بوزيشن. فلو جينا تاني للفيجواليزيشن بتاعتنا هتلاقي ده فعلا اللي بيحصل، واكبر قيمه بتنحط في الاخر، بيحصل لها سورتنج في الاخر. هتلاقي ان القيم الصغيره بدات فعلا تترتب مكانها، لكن ابطا، بشكل ابطا. هتلاقي ان فعلا في قيم بدات تتحط مكانها تحت هنا، تمام، بس بشكل ابطا. هتلاقي ان في الاخر هي اخر حاجه بتترتب معاك. فالفيجواليزيشن اللي هنا ده حاجه رائعه جدا، بتبين لك الدنيا ماشيه ازاي. يعني هتلاقي ان كل حاجه بقت بتربط في بعضها، كل حاجه بقت تحسها كلها معتمدة على بعض، بتشير نفس الحاجة، بتدي نفس المعنى، هي بس طريقة تانية للتعبير، وده فعلا يخليك تفهم الالجوريزم بشكل أفضل. طيب لو كملنا هنا، ده البابل سورت. نكمل طبعا، هتشوف فيديوهات، في فيديوهات كتيرة، هتشوف طبعا الفيديو بتاع الفيجواليزيشن ده برضو، الفيجواليزيشن ده برضو هتشوفه على اليوتيوب، الفيديو مشاهدات كتيره جدا. و هو قال هنا 15 سورتنج الجوريزم، حلو، انا ما شفتش رقم، لكن ده 15 الجوريزم عملهم سورتنج في 6 دقائق. هتشوف برضو الفيديو ده حاجه ممتعه جدا، ممكن ما توقفش الفيديو، مع انه مثلا حاجات مكرره تحس ان هو بيكرر، لكن من متعه الموضوع كل الجوريزم بشكل مختلف. حاجه زي كده مثلا، ده الجوريزم تاني بيعمل ترتيب. انا ما اعرفش اصلا دي بايتونيك، بس انا ما اعرفش الالجوريزم ده شغال ازاي، وتقريبا اول مره اشوفه، اول مره اسمع عنه. الالجوريزم بتاعت السورت حاجه ضخمه جدا. طب السورت اللي موجود عندنا في اللي موجود عندنا في السي بلس بلس، موجود ثلاثه فانكشنز. فانكشن بتستخدم البابل سورت، البابل ماشي، مع انسيرشن، ده لسه هنتكلم عنه دلوقتي، انسيرشن سورت، تمام، تي اي او، تمام، زائد حاجه كمان اسمها الهيب سورت. ولو كملنا مع السورت، لا، في كميه ضخمه من الالجوريزم الموجوده مش هنقدر نغطيها، بس ده كده الالجوريزمز اللي معانا، ثلاثه مع بعض عاملينهم دمجوهم في الجوريزم واحد سموه انترو سورت. معايا لحد دلوقتي؟ كويس جدا. طيب مين بقى الالجوريزم ده مستعمل في السورت اللي بنستعملها لما كنا بنعمل بالتحديد الاس تي دي، نقطتين نقطتين كمان سورت، ده الفانكشن بتاعتنا. في معانا اي الجوريزم تاني مستعمل في السي بلس بلس؟ موجود، ما تقلقش، كل حاجه موجوده. حاجه زي السورت ستيبل، لا ستيبل سورت، اسمها ستيبل، ستيبل سورت، ده بيستعمل حاجه اسمها ميرج سورت، والحاجتين دول اللي لسه هنتكلم عليهم، ايه، انسرشن والميرج، ومش هنستفيد اكتر من كده لان الموضوع ده واسع جدا. في طبعا حاجه اسمها كويك سورت، وتبحث عنها، هي شبه الميرج بالظبط، الميرج والكويك، والكويك الاثنين بيستعملوا ريكيرجن. نعمل كوما افضل من كده، تمام، والكويك سورت، في حاجه اسمها كويك سورت، الاثنين دول بيستعملوا ريكيرجن، مش لازم اكتبها، طيب بيستعملوا ريكيرجن. ايه اللي بيحصل بقى في الميرج؟ الانسرشن في البدايه، الانسرشن تمام، بيكون معاك الارقام نكتبها تاني، واحد تقريبا كان، واحد اتنين خمسة تلاتة اربعة ستة واحد، او اربعة تلاتة ستة واحد، ايا يكن مش هتفرق. الانسرشن بيعمل لك ايه؟ هتقف في الاول، التاني مظبوط، هتشوف اللي قبل منه هل هو اقل فعلا، ما تكمل عادي، هل هو كده مظبوط، ترتيب مظبوط، اه مظبوط، واحد اتنين خمسة لحد دلوقتي الدنيا تمام، واحد اتنين خمسة تمام جدا، لقينا ثلاثة، لا كده باظت، عايزين نظبط، ليه باظت؟ لأن لقينا إن الثلاثة أقل من خمسة، فهبدل الاثنين دول، فهتبقى هتبقى المفترض إن ثلاثة الأول، وبعدين خمسة في الآخر، هلاقي إن الثلاثة
قبلها اتنين بس الترتيب مظبوط، الترتيب طالع كده تصاعدي، فواحد اتنين تلاتة خمسة الدنيا تمام. اللي حصل لحد دلوقتي نقلنا التلاتة ورا، فهنعمل الاوبريشن بتاعتنا مثلا وليكن كده سهل، نقلنا التلاتة ورا، هنيجي هنا الأربعة خمسة مش هينفع، هنرجعها ورا، فهنرجع الأربعة ورا كمان مرة، ودي بقت خمسة ودي بقت أربعة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة مظبوط، ستة مظبوط، واحد لا الواحد ده بقى عايزين له وقفة، هيرجع ورا وهيطلع ستة مكانه، هيرجع ورا ويطلع الخمسة مكانه، وهكذا لحد ما يوصل عند الاتنين. فبالتالي آخر خطوة هنكتب الأري قبل ما نحرك الواحد، واحد اتنين أربعة خمسة لحد الستة مظبوط كده، من واحد لستة لقينا واحد، الواحد ده هنيجي نحركه بقى، هنيجي نحركه هنا، فالناتج بتاعك هيكون ستة واحد خمسة أربعة تلاتة اتنين واحد. بس هتيجي تاني وتكرر، هتفضل ماشي معايا طول ما اللي قبلك أكبر منك أكيد اتحرك، وهكذا. حركه لحد ما تلاقي له مكانه، هتلاقي مكانه هنا، هيوصل هنا، فيفضل يتحرك خطوه خطوه. طب ليه اصلا ما اروح ادورش على مكانه واحطه مباشره؟ لان انت عايز اصلا تحرك دول، يعني انت هتيجي تحطه هنا لازم تحرك كل واحد وتشفته، انك مش مجرد انك هتمسحه، بص انت مش مجرد انك هتمسحه كده وتقول حطه هنا، طب ما انت هتحطه فين؟ مفيش مكان في الميموري، الاتنين والواحد ورا بعض على طول مفيش مكان ما بينهم، فالحل انك اصلا انت عايز ده بقى مكان فاضي، فوانت ماشي هتشفت، يعني انت في الاصل وانت ماشي حط دي هنا والخمسه هتتبدل، هتلاقي واحد هنا بدل وانت ماشي افضل بدل. طيب نشوف الحاجه زي كده فيجواليزيشن ازاي. ادي الانسرشن، طبعا فيجو الجو ده اللي احنا الموقع اللي احنا بنعمل عليه الفيجواليزيشن، في موقع تاني للفيجواليزيشن اسمه الجوريزمس فيجواليزر الجوريزمس الجوريزم فيجواليزر بالظبط. تمام نكمل هنا عما يفتح الموقع ده كده الانسرشن سورت. شوفوا اللي بيحصل، سيبوكوا انتوا من السحبه لتحت دي، الفكره انه بيقعد يسواب ويحركه ويحطه في مكانه، يقعد يحرك التانيين ويحطه في مكانه، اظن واضح جدا ايه اللي بيحصل، ويحطه هنا بيسحبه ويحطه في مكانه، بس لازم يمر على الناس دول ويشفتهم، لازم يمر واحد واحد لحد ما يلاقي مكان. ده كده الانسرشن، الانسرشن بالشكل ده كده الكومبلكس بتاعته ان سكوير. بس في حاله البيست كيس سيناريو، لو واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، لو دي الاري في البدايه، تتخيلوا الكومبلكستي او عدد الاوبريشنز اللي هياخد كام، اوف كام في الحاله دي، في حاله ان هو سورتد. حلو جميل جدا، هي فعلا او فين هيمشي، هيلاقي الاثنين مظبوطه، الثلاثه مظبوطه مش هيحرك، الاربعه مظبوط مش هيحرك، الخمسه هيوصل بس هيقف على كده ما حركش حد، بس طول ما هو ماشي بيتشك وبيلف بيفر اللي عليهم كلهم، فبالتالي ده اوف ان، ده البيست كيس سيناريو. الميرج سورت سريعا، الميرج سورت بيكون معانا اري بيقف في النص بياخد الجزء ده والجزء ده، وله الجزء ده سورت نفسك، سورت وجزء ده سورت. حلو، هو واقف في النص وقسمها، والاسلوب ده اسمه ديفايد اند كونكر، والاسلوب ده فعلا قوي لدرجه انه خلى الورست كيس سيناريو ان لوج ان، مجرد بس انك تقسم الاري نصين وتقول سورت اند سورت، بس السورت اللي هنا هتكون برضه بميرج والسورت اللي هنا بميرج، فهيجي هنا وهيقسمها برضه وهيجي هنا وهيقسمها. فالمهم انت مالكش دعوه باللي جوه عامل ازاي، فكره انه يقول ده سورت وسورت خلاص، انا كده كده الفانكشن بتاعتي اللي اسمها ميرج سورت كده كده بتسورت، فانا هقول له سورت اللي على اليمين وسورت اللي على الشمال، وبعد ما يخلص انا هيكون معايا مثلا وليكن واحد اتنين تلاته، هيكون معانا هنا واحد نخليها وليكن اربعه ستة وليكن تسعة، ماشي أربعة ستة تسعة، وهنا واحد اتنين خمسة، ماشي نخليها خمسة، دي سورتد
بالفعل صورت. طب دي صورت التمام، انا عايز في النهايه جزئين جزئين معملهم صورت، عايز ادمجهم. حد يقول معايا لو امرج ازاي يعني دلوقتي، هل منطقي ان انا اخد الستة ابدا من عند التسعة مثلا والخمسة احاول احطهم في الاول؟ انا في الن... هو اصغر رقم، هو اصغر رقم في التقرير اللي انا عاوز اعمله ده، او اول جزء يعني، في اول جزء، في اول جزء. في صدى صوت على فكرة عندك. هل انت داخل من مكانين؟ صوتك مش واضح، في صدى صوت. لو حد تاني عم هو يحل المشكلة يا باشمهندسين يقول معانا هنا. أول معاك 3 أرقام وثلاث أرقام، هختار مين؟ منطقي نختار مين في دول؟ هل نختار الأربعة ولا الخمسة ولا الستة ولا التسعة علشان نحطه في الأول؟ مين فيهم؟ وبالنسبة لدول مين المنطقي اللي نحطه في الأول؟ هل المنطقي إن أنا أبدأ من عند الاتنين وأقول إن ممكن يكون في الأول؟ أو أبدأ من عند الستة وأقول إن ممكن يكون في الأول؟ طيب حد يقول لي الناتج بتاع الأريه في النهاية بعد ما تسورت. خلي بالك الجزء ده سورتد والجزء ده سورتد، الناتج النهائي المفترض يكون شكله إيه؟ الأرقام اللي هنا واحد اتنين خمسة، واحد اتنين أربعة خمسة ستة تسعة، نص دي نص دي. رائع. طيب نفكر تاني، خدنا الواحد، خدنا الاثنين، خدنا الأربعة، خدنا مين؟ الخمسة، خدنا الستة، وبعدين التسعة. هل في نمط؟ أنا قلت مش منطقي. هل من يا باشمهندس إن إحنا بنشوف الأصغر، هو إحنا ماشيين مثلا نشوف هل دي الأرقام اللي ماشيين فيها اللي هي بتكتب دي أصغر من أصغر رقم في الجزء الثاني، طول ما هي أصغر من أصغر رقم يبقى إحنا ماشيين بترتيب صح مثلا. حلو، يعني دلوقتي انت بتقول نشوف اصغر رقم في الاثنين صح؟ يعني الواحد مثلا هو الاصغر هنحط اول واحد. على فكرة، على فكرة كلامك صح، ومش منطقي ان انا ابدأ من عند الاثنين لان الواحد اقل. طيب ما في عندي برضو ارقام هنا مترتبة، مش منطقي ان انا ابدأ من عند من نص او تاني واحد او كده، المفترض ابدأ من عند اول واحد ان هو الاقل، فهبدأ اشوف مين في الواحد والاربعة، مين من الواحد والاربعة اقل، احط الاربعة، احط الواحد وخلاص، ده كده اتاخد. هكون واقف عند الاتنين والاربعة اشوف مين الاقل، لقيت الاتنين هات الاتنين، بقى هنا اتنين واربعة، مين الاقل؟ اتنين، واشطب عليها خدتها خلاص، بقى معايا دلوقتي اربعة وخمسة، هشوف مين الاقل؟ الاربعة اشطب عليها خد وسيب الخمسة، خدنا فاضل الخمسة والست، مين الاقل؟ خد دي واشطبها بس، وافضل كمل. في النهاية انت بتقف عند، بتبدأ من البداية وتبدأ من هنا برضو من البداية وهكذا، وتاخد اللي تاخده اشطب عليه، انت خلاص خدته، وكمل في اللي بعد كده. في النهاية هيفضل معاك لو في واحدة خلصت زي ما حصل هنا، ان دي واحد واثنين وخمسة، الخمسة خلاص ده التلات عناصر خلصوا، فاضل معايا في التانية الأريه التانية بعض العناصر، فهكملهم واحطهم ارصهم جنب بعض. اكيد اكيد العنصر ده اللي فضل ده اكبر من العنصر ده واللي بعده اكبر منه، فلو رصيت اصلا كل اللي فاضل هيكون كلهم بالترتيب، فلو واحده خلصت كمل الباقي رص ورا اخر عنصر كنت ضفته بس. ففي النهايه عمليه الميرج بتاخد او اوف ان، عمليه الميرج بتاخد او اوف ان. مظبوط. هو فين الدوري الورست كيس يا باشمهندس؟ لا انت بتلف هنا، بتلف على ثلاثة وهنا برضه بتلف على ثلاثة، بتلف على ثلاثة، في النهاية انت معاك 6 عناصر، دايما لازم تلف على ستة، تلف على ستة عشان تملاهم، علشان تملى ستة دول لازم تلف على ستة لفوق وترتبهم، فعملية الميرج بتاخد ستة، عملية الميرج بتاخد تمام، بتاخد اوفن. عملية الريكيرجن والسورتين بشكل عام كله على بعضه عامل كام؟ يعني هياخد كام؟
لو احنا حطينا ارقام تاني فمعانا ايا يكن الارقام بالشكل ده كده، كان معانا 6 ارقام وقسمنا في النص، هتتفرع لجزئين، هيطلع معايا جزئين 3 و3. لما نيجي نقسم عدد فردي نقسم عدد فردي، انت حر بقى، انت ممكن تحط 1 و2 بس، وتيجي دي تقسمها 2، او تحط 2 و1 وتقسم برضه، مش هتفرق في النهاية كلهم نفس النتيجة. وده برضه لما تيجي تقسمها هيبقى 2 هنا و1 هنا مثلا براحتك يعني، بس في النهاية الالجوريزم طالما هو كود واحد انت كاتبه فهيحط الزيادة على اليمين. الاتنين ده هيتقسم لحاجتين، الليفز او الحاجات اللي في الاخر. فين؟ تمام. الحاجات اللي في الاخر هو عنصر واحد، ما فيش حاجه يسورتها، هو لو لقى عنصر واحد خلاص تمام. فاحنا دلوقتي هنركز على الحاجه المفيده، ان هما العناصر دول سورتد، ونبدا هنا في المنطقه دي كده، ونبدا هنا في المنطقه دي كده مع العنصر السورتد اللي هنا. دول لقى تحت منه 2 سورتد، فهيبدا ايمرج الاثنين دول، ايمرج الاثنين دول، فهيمرج زي اللي فوق، بس هنا عنصر وعنصر بنفس الطريقه اللي احنا مشينا بيها فوق، نفس الالجوريزم بتاع الميرج اللي فوق هيمرج هنا برضه. في النهايه هيحط العناصر بتاعتك وليكن 4، نحطها زي ما كانت، او نحط حاجه متلخبطه، 4 9، ونحط هنا وليكن 5 2، 5 1 2 مثلا، هنا هيكون في 5، هنا هيكون في 1 2، هنا هيكون 1 2، هنا هيكون في 4 9. نبدل حاجة، نخلي 9 4، 9 4 ماشي، نخليها 9، علشان ننوع يعني، 9 4، 9 4، 9 4، وهنا 6. ميرج، لما نيجي نميرج دي ودي هتيجي ميرجهم، فهنمسح وهيجي ميرج بطريقة طبعا بالالجوريزم اللي احنا قلناه فوق، فيخليهم 4 9 معايا. هيجي هنا لا 4 9 و6، هيجي ميرج دول فهيوقف هنا وهيوقف هنا، مين الأقل؟ الأربعة، هيحط الأربعة في الأول، مين الأقل؟ الست، هيحط الست، وبعدين فاضل 9، وهكذا. الجزء ده برضه همشي معاه، هلاقيت صورة 1 2 بس هنا 5، فاجي يعني لما يجي ميرج هيختار أول واحد هنا 1، هيختار تاني 1، ويختار الأخير 5، في عملية الميرج. تمام لحد دلوقتي؟ حلو جدا. طيب لو احنا كملنا بالشكل ده كده وعملنا ميرج في النهاية هيطلع لك سورتد، ده اللي كان معانا بنتكلم فيه فوق، الجزئين دول كنا بنحاول نعملهم ميرج. فلو انت عملت سبليت قسمتها نصين وعملت سورت لكل واحدة وميرج لكل واحدة، في النهاية هتميرج النصين بريكيرجن، هتعمل الموضوع كله بريكيرجن، والبيز كيس بتاعتك انك معاك عنصر واحد او ما معاكش عناصر خالص، وغالبا ده مش هيحصل اصلا، لو كنت كاتب الكود صح هيكون معاك عنصر واحد في النهاية، وهتعمل ميرج. طيب الكومبلكسيتي بتاع الموضوع ده، هتلاقي انك هنا لو احنا كتبنا الكود بتاعنا صح، لا او لا لو احنا عملنا مثال يكون فيه 8 عناصر او باور اوف 2 هتلاقيه اوضح من كده. فنقول ان احنا معانا مثلا وليكن 8، هتلاقي ان هو ان لوج ان دول 3 3 8 هيتقسم 4 و4، هكتب اختصارا 4 و4 هيتقسم 2 و2 هيتقسم وحايد. ممكن برضو نختصر من غير اسهم، ده هيتقسم 2 و2 وحايد برضو. الليفل ده في كام عنصر؟ الليفل ده فيه 8 عناصر، الليفل ده فيه 8 عناصر، الليفل ده فيه 8 عناصر، ده فيه 8 عناصر برضو، والاخير فيه 8 عناصر. علشان نمرج عملية الميرج هنا هي اللي فيها مشكلة، بتاخد اوف ان، وعملية الميرج اللي هنا برضو لا، احنا لو اتكلمنا ماشي بداية من المنطقة دي هيكون في ميرج للجزئين دول، فهتبقى اوف ان.
فنبدأ من البداية خالص، ده هيكون نص ونص هنعملهم سورت وتمرج فوق فين. طيب الجزء ده فيه 8 عناصر، النص والنص اللي هنا كل واحد هيسورت نفسه، بس انا همرج النصين دول، انا همرج النصين الاربعه، هتمرج النصين في او في 4 او في ان على 2، والجزء ده هيمرج في او في ان على 2. معايا لحد دلوقتي؟ ممكن نغير اللون برضو. فده او في ان على 2، او في ان على 2، الجزء ده او في ان على 4، وهكذا متكرر 4 مرات، متكرر 4 مرات. ده او في ان على 2 متكرر مرتين، ده هيكون او في ان على 8 متكرر 8 مرات. هتلاقي ان كل ليفل، كل ليفل او في ان، كل ليفل او في ان. معاك كام ليفل؟ احنا بدأنا بثمان عناصر، مشينا ليفل 2 3. ليه؟ لان الواحد ده مش هيضطر يمرج حد، فمعناه 3 ليفلز، وكل ليفل بيستهلك اوف ان. تخيلوا كده هيكون الرقم اللي هضرب فيه كام؟ كام ليفل؟ علشان نطلع الكومبلكس النهائي. خلي بالك انا كل مره بديفايد، فده بقى نص ونص، ده بقى نص، لحد ما اوصل الواحد. فانا عايز اوصل من العناصر بتاعتي لحد الواحد بقسم على 2، هوصل في كام مره؟ بعد كام خطوه؟ هوصل في لوج 3 خطوات. قلت لوج تلبسته بالظبط، هو ده كده عدد الليفلز بتاعتك اوف لوج ان. يبقى في النهايه كل الاوبريشنز اللي مطلوبه عشان نميرج هي ان لوج ان، ان لوج ان. ده كده الكومبلكس النهائي، وده الورست كيس سيناريو، وده المضمونه. وفي اثبات رياضي، في اثبات طبعا لو احنا دخلنا من الناحيه الاكاديميه للموضوع ونثبت، ففي معادلات فعلا وحاجات بتثبت ان ده افضل واحسن ما يمكن ان نصل اليه في السورتنج الجوريزمز في الورست كيس سيناريو بالتحديد. طب انت هتقول لي، طب ما الانسيرشن سورت من شويه او حاجه زي كده لو هي مترتبه اصلا هتبقى في اوف 1. ده الموقع الثاني اللي بيعمل فيجواليزيشن. معاك هنا البروت فورس مثلا، هتلاقي فيه البابل سورت، ده اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، بس علشان النت تقل عندي شويه هتدخل بقى وتعيش في الموقع ده شويه وتشوف الدنيا شغاله ازاي. ده موقع بتحاول تفهمك وتوضح لك الالجوريزم شغال ازاي. طب لو جينا هنا مثلا وقلنا انا عايز نيرلي سورتد مثلا، سورتد نون ديكريزنج، وحاولنا نعمل انسرشن، انسرشن هو ماشي مش هيعرف يسواب او مش هيرجع تاني، فده خلت منك اوف ان. لو رحنا مثلا للبابل وقلنا ان هي سورتد، سورتد نان ديكريزنج بالشكل ده كده، لف عليهم لا مفيش اي سواب، فوقف، وقف الوايل لوب، ده اوف ان في البيست كيس. ازاي انت بتقول لي الاثبات الرياضي بيقول لك ان افضل حاجه ممكن تحصل عليها هي الان لوج ان؟ الحاجه ديت بسبب ان اللي بنتكلم عليها الورست كيس سيناريو والاثبات الرياضي للورست كيس سيناريو، هي ان اي الجوريزم علشان يحط لك مجموعه من الارقام ان رقم بترتيب لازم ياخد ان لوج ان ستيب، ده علشان يعرف او ياخد المعلومات الكافيه انه يخليه ياخد القرار بالترتيب. والموضوع ده خد فيه ديسيشن تري وبدا في البدايه، لو ده اكبر من ده، فلو الاي اكبر من بي الاثبات بيعتمد على كده. طب لو البي اكبر من سي مثلا 3 عناصر، طب لو الاي اقل من سي، وفضل يفرع معاك 3 اي بي سي بيحاول يرتبهم، فقال لك الاي اكبر من بي فواخد، فعلى حسب بقى الكونديشن يس او نو بدا ياخد قرارات، وفي النهايه يوصل معاه لترتيبات معينه. ففي النهايه استعمل الموضوع ده وقال ايه الورست كيس، او ايه هي الليفلز اللي انا مضطر امر بيها، ايه هي المعلومات اللي مضطر احصل عليها علشان ارتب. فبالتالي استنتج في النهايه ان الموضوع ده هياخد ان لوج ان، فبالتالي الميرج يعتبر من افضل الالجوريزم اللي اكتشفت حتى الان، ومفيش احسن من كده. يعني اي حد يحاول يكتشف الجوريزم احسن من كده من حيث الكومبلكسيتي، التايم كومبلكسيتي بالتحديد، لا ستبوء محاولته بالفشل.
ده احسن حاجه ممكن نحصل عليها في الورست كيس سيناريو واكرر تاني. طيب الكويك سورت ده اخر حاجه، هديكم نبذه صغيره على الموضوع ونبذه سريعه عن الموضوع. ان دلوقتي هي ريكيرجن برضو، وهتقسم نصين، نص في البدايه ونص في النهايه، بس هنا القسمه مش في النص. انت هنا لو عندك 1 6 5 4 3 10 اي ناكل بقى، فانت وانت ماشي ممكن تختار الواحد، خلينا نقول 7. 7 ولا ايه؟ خلينا نقول ماشي 7، تمام، نقول 7 اول عنصر. فهتختار اول عنصر، ممكن تختار اي عنصر تاني بس هنختار اول عنصر، وهنقف في الاول وفي الاخر بتو بوينترز، بي تو اندسيس، باتنين فاريبلز ايا يكن الاسم. فهتقف في البدايه والنهايه وتشوف السبعه دلوقتي العنصرين دول هل هم اكبر، هل العنصر، انا بص اللي انا عايز اعمله في النهايه، انا عايز احط السبعه واحط قبلها الاقل منها وبعدها الاكبر منها، يبقى هنا اكبر من 7 جريتر ذان 7 ماشي، وهنا لور من 7. بس مش شرط ان دول بالترتيب لان لسه هنرجع عليهم تاني، بس انا ضمنت ان السبعه اتحطت في مكانها، انا ضمنت ان كده السبعه في مكانها، بس دول اكبر فانا هعمل بالريكيرجن تاني ان هم يسورتوا، وهنا بالريكيرجن تاني ان هم يسورتوا. ده فكره الموضوع. وهتحط البوينتر هتلاقي ان العشر اكبر، تمام، انا عايز النص ده يكون اكبر، انا هفضل ماشي لحد ما الاقي اقل، وهفضل ماشي لحد ما الاقي اكبر. فاسواب واحط الثلاثه هنا، احط الثلاثه هنا، تمام، اظبط يا ثلاثه، واحط 6 هنا وهكمل. ده اقل فاسوابه مع مين؟ لا ما عادش فيه، خلاص بقى 6 و3 والباقي كله تمام. ففي النهايه وصلت ان طبعا انت ماشي بالبوينتر لحد ما الاثنين قبلوا بعض، وفي النهايه تلاقي ان معاك في النهايه 10 6 3 5 4 وال7 في البدايه. هتروح حاطط ال7 هنا وخلاص، الجزء ده اقل من 7 جزء، لا المفترض ان ال7 تكون اكبر من الموضوع ده. ماشي، احنا هنا غلطنا غلطه، الغلطه اننا واحنا ماشيين ان ال7 دلوقتي مكانها هنا ودول كلهم اقل منها. طب هنمشي ازاي بقى تاني؟ نترس الكود تاني او نمشي مع الالجوريزم. البوينتر هنا ده وليكن الجي، وهنا الاي، واحنا ماشيين ده اكبر فعلا، امشي لحد ما تلاقي اقل، وامشي مع ده لحد ما تلاقي، امشي مع ده لحد ما تلاقي اكبر منه، فده البوينتر ده هيمشي لحد ما الاقي العشرة. ففي النهاية، في نهاية الاتريشنز كنا بادئين اي وجي، في النهاية الاي هتبقى هنا والجي هتبقى هنا، والالجوريزم هيقف على كده. البوينتر ده يفضل ماشي لحد ما يلاقي اكبر من 7، وده يفضل ماشي لحد ما يلاقي اقل من 7، فهيوقفوا كل واحد، فهتلاقي ان الجي وقفت هنا والاي وقفت هنا. وطالما الاثنين قابلوا بعض وعدوا بعض، في النهاية انا هوقف وهحط هنا ما بينهم، احط هنا ما بينهم ال7. فال7 بقت هنا، بقى 10 على اليمين و7 هنا، معانا هنا كل اللور، كل اللور اللي معانا 6 5 4 3 وهتركرج عليهم وتسورت بس كده. ده كده السورتنج الجوريزمز، خدنا نبذه عليهم، وفي طبعا اكتر من كده، وممكن تشوف المصادر اللي قلت عليها. انا كنت بذاكر من كورس على كورسيرا قوي جدا في الموضوع ده، وفي تحليل رياضي للالجوريزمز والكومبلكس بتاعتها، طبعا ممكن تطلعوا عليه في الجوريزم ثانيه، في كورسات ثانيه. طبعا كورس دكتور مصطفى سعد ممكن تاخده مجاني بشروط، معاك الام اي تي كورس وير، اوبن كورس وير يعني، انتدكشن تو الجوريزمز، مظبوط، كورسيرا الالجوريزم بتاع او الكورس اللي كنت شغال فيه، هو الجوريزمز بارت 1 موجود بارت 2 برضه. وصراحة انا كنت بشاهد منه شويه فيديوهات، وفي النهايه بوقف شويه بسبب ضغوطات تانية وحاجات تانية بنشتغل فيها، لكن باذن الله خلصه قريب. ده كده انا ذكرت فيه كل اللي اتشرح، ده اللي انا كنت مذاكره منه، وفعلا كورس قوي جدا، وفي اكتر من واحد بيرشحه. عندك برضو الاوبن كورس وير، طبعا هنا بيتكلم عن الالجوريزمز بتاعت السورت بالتفصيل. الويك 1 كان في حاجات تانية، بس هنا الويك 3 والويك 4 بدأ انه يخش في السورت. هتلاقي في حاجة اسمها شيل سورت ما اتكلمتش عنها. هتلاقي عندك حاجات تانية. الـ MIT بيتكلم برضو عن الالجوريزم، بس هنا ما بيتكلمش عن السورت بشكل مفصل. لو شفنا الفيديوهات
تمام، هتلاقي ان ال بيتكلم عن حاجات كتيره جدا، ايفل تري، وهنا السورت حطهم في فيديو واحد جاب لك الثلاثه، الانسرشن والميرج الاثنين دول، وبعدين هيب سورت، بعد كده بدأ يتكلم عن حاجات تانية. تمام، فبإذن الله ممكن تشوف اللي رايحك من رايحك من الاثنين دول، وتشوف ايه الافضل، ممكن تكمل فيه، ممكن تشوف الاثنين يعني، بس ممكن ايه تبدأ بالافضل، ممكن تشوف الاثنين في النهاية لو عندك وقت، لانك تشوف الكورسين طبعا هتستفيد، وممكن تعيد على الكورس لو انت خدت كورس، ممكن ما تطلعش باكبر استفادة، تعيد عليه بعد فترة هتلاقي مستواك في الفهم زاد، هتلقط معلومات ما كنتش لقطتها قبل كده. فده كده السيشن بتاعت النهارده بتاعت الويك 3، وان شاء الله يعني تأدوا حلو في البراكتس والستاندرد، ولو في اي سؤال ابعتوه على الجروب. السلام يا شباب.